صباح الخير من اسطنبول، وبحب انبه واحذر كل عربي جاي على اسطنبول بشكل خاص او تركيا بشكل عام، بعيد عن غلاء الاسعار الموجود هون، عن تصرفات التكاسي والفنادق اللي فيش فيه مكيفات منيحة وبطفين وبوقفين. في اشي جديد هون انا بشوفه اول مرة، صرت مسافر من بداية السنة لحديت هسه تقريبا 5-6 مرات على اسطنبول، هي مرة السادسة، السنة اللي فاتت تقريبا 15-16 مرة مش اقل من هيك. اول مرة بشوف عنصرية بشكل مبالغ فيه من الاتراك، يعني بشوفوك عربي بحاولوا يستفزوك في اي اشي، يعملوا معك مشكلة ويوصلوها لبوليس، او اذا انت بتحكي عربي في القطار او في المولات او في اي محل انت بتفوته بدون مش اياك تحكي بشكل عربي. حتى انه في ولايات اللي صاروا ينزلوا فيهم كل اللافتات اللي مكتوب عليهم في العربي البوليسية. حاليا برضو في مشكلة مع اهل الخليج، في مقاطعة من العرب في الخليج لتركيا بسبب هاي التصرفات. فكل واحد بيجي على تركيا او على اسطنبول بشكل خاص، دير بالك انهم يستفزوك وانك انت تعمل مشكلة ويصير مشكلة بينك وبين اي حدا. وشكرا لكم، وفي كثير دول احلى منها.